بالنسبه للكهرباء مثلا بتيجي نقطه 2، يعني في عندنا معاناه. النظافه في عندنا القمامه يعني كثيره بالمنطقه هون، يعني مثلا بالاسبوع ما بتنشال مره واحده. ايه والقصف هون عندنا مثلا ما بخل مثلا البراميل بالحاره هون بشكل داهم، يعني كل يومين ثلاثه مثلا بقبلنا عندنا برميلين ثلاثه بالحاره هون. ايه شو الوضع المي عندكم هون؟ ايه المي والله سيء، يعني كل اربع خمس ايام تجي لها ساعتين ثلاثه مثلا، بالنهار مثلا تجي لها ساعتين، بتنقطع نهارين ثلاثه ترجع تجي لها ساعتين ثلاثه هيك. طيب ما حاولتوا تقدموا شكاوى مثلا للجهات المعنيه؟ قدمنا شكاوي ما استفدنا شيء، بوعدونا مثلا اليوم بكره مصلح كذا، في عندنا اعطال عم بيقولوا نشيات. الله يعطيك العافيه.